بعد تقريبا عام واربع شهور ولا غادي تجي الوالده ان شاء الله نسافروا بواحد كان كتبان لي المحطه لان فيها واحد الارتياح كبير ورجعت الامور بالنسبه ولكن دائما خص الانسان يحتاط. كنا كنعرفوا واحد التضايق كنا كنمشيو مثلا اكادير كنسافروا به ب 800 درهم اضطرينا باش نمشيو حتى 200 درهم والحمد لله البلاد كامله كتعرف واحد الجو السلامه ديال المواطن بعد هي الاولى. ما كنمشيو غير نجيو عا في التران نجيو بعض المرات عا في التران صافي الا جيتي داك الكورتيه كيعذبوك الكورتين كيعذبوك كتبقاي من درب لدرب تضرب تتعذبي احسن تجي في التران 12 13 متر تجي في التران احسن لك. دابا ملي تحلت المحطه الرحمه ديال الله سبحانه الحمد لله لله الحمد لله. صراحه كيبان ليا سميتو الوضع ما كاينش الضجيج وسميتو المهم القضيه مزيانه على قبل سميتو قبل من كورونا. دابا سميتو كتسافر بالارياحيه وما كاينش الازدحام. قبل حتى نسافر في سميتو كنمشي في سميتو التران ولا كنمشي في الطياره. عام وحنا جالسين عام كنا جالسين عام نهار الكار جالس عام اليوم يلا اول نهار جينا من طنجه حنا عندنا جينا المحطه هذه ملي كانت كورونا والكار واقف مؤخرا ماشي بزاف كنا كنوقفوا ليه تجي تحي التيسير واخا شي شويه وصافي الكار كيدي 6 د البلايص 8 د البلايص محطه المحطه حنا فرحنا باش الناس يبقاو يجيو المحطه يجي مامن. المهم حنا هذه عام حنا المحطه مسدوده وداك الشيء وانا كنجي سميتو للدار البيضاء كنجي من اكادير للدار البيضاء على اساس كان سميتو اجواء مزيانه لا دابا مزيان الحمد لله يعني منين جيت ولقيتها محلوله دابا يعني راه جالسه فرحتي ما يعني ما عنديش شي اشكال ولا شي حاجه يعني كنتسنى دابا الكارت يجي غنمشي غادي نرجع لاكادير. لا كنت كنلقى صعوبه كنت كنخرج للطريق وكان يعني كنتلاحوا في الطرقان وداك الشيء باش نلقى بالترونسبور باش نمشي ولكن الحمد لله دابا منين تحلت يعني احسن حاجه مزيان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.